قال أبو داود الطيالسي قال شعبة كنا نعرف الذي لم يسمع قتادة مما سمع إذا قال قال فلان. قلنا قتادة كان عنده تدليس، فكيف نعرف أنه سمع أو لم يسمع؟ إذا قال سمعت خلاص أمن التدليس، أما إذا قال قال فلان فعندها ماذا؟ لا يقبل روايته. وبالتالي من اختص بقتادة لكي يفحص ويفرز؟ شعبة بن الحجاج. قال شعبة كنا نعرف الذي لم يسمع قتادة مما سمع. قال ابن مهدي سمعت شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتادة كيف يقول، فإذا قال حدثني يعني كتبت. إذن قتادة إذا قال عن أم لم يقل، إذا كان الراوي عنه شعبة انتفى إيش التدليس، قبلت الرواية مباشرة. انظر ماذا يقول أبو داود وبه نختم ونكمل إن شاء الله لاحقا. قال أبو داود سمعت شعبة كنت أتفطن إلى فم قتادة. شعبة ماذا يقول؟ كنت أتفطن إلى من؟ فم قتادة. فإذا قال حدثنا سعيد وحدثنا أنس وحدثنا مطرف، فإذا حدث بما لم يسمع قال حدث سليمان بن يسار وحدث أبو قلابة. قال عفان قال لي همام كل شيء أقول لكم قال قتادة فأنا سمعته منه. فإذا كان فيه لحن فاعربوه، فإن قتادة كان لا يلحن. لا يعرف عن قتادة أنه أخطأ مرة في النحو، لا يعرف عن قتادة أنه أخطأ مرة في النحو. فاسأل نفسك كم مرة أصبت في النحو. ولا حول ولا قوة إلا بالله.